هذا التعادل السلبي. خطيرة خطيرة خطيرة. أوه لا والله، لا والله، أتلتيكو مدريد يرفض أن تنتهي المباراة بالتعادل السلبي في شوطها الأول. إلى ماذا يشير حكم المباراة؟ إلى ماذا يشير؟ هل احتسب الهدف أم أن هنالك؟ لا والله احتسب الهدف فعلا لمصلحة أتلتيكو مدريد، يتقدم الآن بهدف مقابل شيء، لكن في بطاقة صفراء تظهر على أبو بكر محمد حارس مرمى المنتخب الموريتاني. والأتلتيكو روبن فرنانديز هو من بدأ الكرة، تمريرة رائعة يضعها في الطرف الأيمن لمصلحة الأتلتيكو، وميغويل أنخيل يتابع في شباك المنتخب الموريتاني. أول الأهداف لمصلحة أتلتيكو مدريد يأتي يعني في الدقيقة